لم تعد ظاهرة صرف العملة الصعبة تقتصر على المناطق الحدودية فقط، بل غزت أبرز شوارع العاصمة على مرأى ومسمع من السلطة المعنية التي لم تحرك ساكنا لردع هذه الظاهرة لما لها من مخالفات قانونية وتداعيات على الاقتصاد الوطني. ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع، كاميرا الجنوبية نزلت إلى الشارع فكان لنا هذا الريبورتاج. معناتها ثم العباد اللي تصرف ان تحب تصرف النوار، معناتها يراو انه في التصريف النوار خير من البنك، ويبعد على برشا حسابات، ويبعد باش ما يتشدش في حكايات اخرين ومتاع ضرائب ولا غير ذلك. وربما معناتها يقول لك انا وسيله سهله باش نبعد على توسكي حسابات مع البنوك والشيء هذاك. اما الطريقه الانسب هي كونه واحد يمشي يصرف في حاجه ليغال، معناتها تابعه مؤسسات الدولة بصفة عامة، البنوك، البوسطة، هذا نتصور أسلم من الواحد من التصريف ما يعبر عنه تصريف العملة في النوار. معناتها يمكن شي فما ديفيرونس نتاع ينجم يكون نتاع الفلوس، مثلا 100,000 في البنك، برا تلقى باش يدبر راسه 5,000 ويسترزق. ماهيش صحيح قانونيا ما تجوزش. في ساعة اكزيست تتعدى مهنية يحكي لك يكلمك يقول لك صرف 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 صرف. دونك ماهوش باش يصرف لك دينار بيان سور، يبا فيغ لو شونج المبالغ اللي نجم يخرجها العبد لبرا، دونك يمشي يصرف في النوار. اما تقول لي علاش وشكون هم اللي يصرفوا في النوار؟ سي بيان سامبل، الكناطريه اللي قاعدين يحكموا في البلاد. ثم توا البروات دو شونج بريفي نجم يمشي لهم واحد ما يسحقش حتى يمشي لبرا، دونك علاش ما يمشي لهمش؟ كان يساعدهم، ما يحبش البنك وما يحبش الصف، نجم يمشي عدد المكاتب موجودين في العاصمه، موجودين داخل العاصمه. البرة مش قانوني، البرة مش قانوني، معمول به مش قانوني. والله الطريقه غالطه، معناتها نورمالمون يمشوا البنوك، معناتها الاصل البنك هو الاصل، مش يمشوا معناتها في النوار. في النوار هذه معناتها السرقه تتسمى، واحد يخرج في الفلوس نتاع تونس يخرج فيها البرة. الظاهره خايبه، تضر بالاقتصاد نتاع البلاد وتضر بكل شيء. اسفار فما عباد، اسفار عليه، فما عباد تراها هكاك يمكن خير، والله فهمت